استقبل الرائد المحلي ضيفه شباب بنيثور قائل نقاطه غاية في الأهمية لتفادي السقوط بالنسبة للفريقين. بداية المباراة شهدت ضغطا كبيرا من أصحاب الأرض الذين حاولوا أن يفتتحوا مجال التسجيل منذ البداية. الرائد تمكن من الوصول إلى غايته عن طريق سوكال الذي افتتح بوابة التسجيل ومنح التقدم لأصحاب الأرض. أصحاب الضيافة وصلوا الضغط، وهنا تسديدة قوية صدها الحارس. الرائد وصل الضغط ولم يعد إلى الخلف، وبكرة طويلة خطأ فادح من حارس المرمى هيريدا يضيف الهدف الثاني لرائد القبة. رد فريق شباب بنيثور لم يكن قويا في هذه التسديدة التي مرت بعيدة على الإطار. شباب بنيثور حاول من جديد في هذه الكرة والتوزيعة، لكن اللمسة الأخيرة غابت كالعادة. وبعد ظهوره بوجه محترم في آخر دقائق شوط المباراة الأول، مكن الشباب من تقليص النتيجة والعودة إلى أجواء اللقاء من جديد ليعلن الحكم